النظام السوري بحد ذاته يعني انا بشوف انه لازم ما بي ولا دوله بالعالم تحط ايدها بايده، لانه انا باعتباري يعني من منظور الشخصي بشوف بشار الاسد سفاح. نظام الاسد كله نظام دكتاتوري، يعني المفروض ما ترجع ولا دوله عندها اخلاق ترجع علاقتها مع بشار الاسد. انا هيك بتصور بدايه من الحرب وبعدين نهايه بالزلزال اللي صار، بس انه حتى تعاطفهم هذا اجى بصالح النظام ما اجى بصالح الشعب. الشعب الناس اللي موجودين بالمناطق اللي مي خاضعة لسيطرة النظام، حتى المساعدات ولا حدا وصلته مساعدات، النظام هو المستفيد الاول. اذا تبدلت وصارت باتجاه الافضل وراح بشار الاسد في احتمالية كبيرة وراح في احتمالية كبيرة ارجع، بس اذا ظل وتبدلت الاوضاع صارت الاحسن وهو موجود لا ما ارجع. ادنى مقومات الحياة، مي ما في، كهرباء ما في، وبنفس الوقت في قصف، انت تقصف انت ببيتك وما تعرف ايمتى القذيفة تنزل فوق بيتك، يعني المفروض تطلع الانسان العاقل يطلع. ايوه طلعنا. مين جيت اليوم؟ انا جاي من باردو. من باردو؟ منين اصلك؟ منين؟ اساسي من النرويج، جاي مقيم بالنرويج وجاي سياحة من اصول سورية. سورية به. نرجع لرجعة العلاقات ما بين تونس صحيح. وسوريا صحيح. انت كمواطن سوري ايش رايك في عودة العلاقات؟ والله العلاقات بين البلدين كويسة، يعني انا بشوفها كويسة وتخدم يعني المصالح الاقتصادية والشعب السوري كعموم، يعني حتى اذا شخص بده يسافر من سوريا الى تونس سهل المسألة بالنسبة له. بس النظام السوري بحد ذاته يعني انا بشوف انه لازم ما بي ولا دوله بالعالم تحط ايدها بايده، لانه انا باعتباري يعني من منظور الشخصي بشوف بشار الاسد سفاح، ونظام الاسد كله نظام دكتاتوري، يعني المفروض ما ترجع ولا دوله عندها اخلاق ترجع علاقتها مع بشار الاسد. انا هيك بتصور. الزلزال اللي صار في سوريا والعلاقات اللي زادت ودت بين الشعبين، الحماية المدنية التونسية كانت متواجدة غاديكا في سوريا ورجعت العلاقات ما بين الشعبين التونسي والسوري، ايش رايك في هذايا؟ وانت كانش عندك شكون غاديكا في سوريا؟ انا بشوف انه الناس يعني بعد الزلزال تعاطفهم كثير مع الشعب السوري والمأساة اللي صارت فيه بداية من الحرب وبعدين نهاية بالزلزال اللي صار، بس انه حتى تعاطفهم هذا اجى بصالح النظام ما اجى بصالح الشعب. الشعب الناس اللي موجودين بالمناطق اللي مي خاضعة لسيطرة النظام، حتى المساعدات ولا حدا وصلته مساعدات، النظام هو المستفيد الأول. حتى من بناية العلاقات الجديدة التونسية السورية ما استفاد الشعب ما استفاد بشيء. المستفيد الأول النظام. قلت لي المستفيد الأول النظام. أنت من المهاجرين اللي تم اللي في نرويج؟ أنا بداية 2012 بلشت الحرب وشفت إنه الحياة ما بطلت تصلح يعني للإنسان، يعني إنه ما ظل لا شو أقول لك، مقومات الحياة كلها راحت، وأنا شاب فقلت أحسن ما ظل يعني بالظروف المأساوية اللي هناك يعني أطلع على بلد ثاني ممكن في فرصة حياة أفضل، وطلعت الحمد لله ومش الحال، أخذت إقامة وتجنست واشتغلت وأموري سافا. أنت قلت لي أموري سافا، لكن ما تراش اللي مش كما الواحد في بلاده كما الواحد في بلاد الناس؟ طبعا الوطن يعني في له تحن له وتحبه يعني، بس بنفس الوقت انا بعد ما طلعت على اوروبا وشفت الاشياء اللي حصلتها بدوله لا تموت لي بصله، يعني ما في رابط ديني ولا رابط قومي ولا رابط باي نوع من انواع الروابط يعني بيني وبينهم، حصلت معامله افضل. انا ببلدي اللي هو بلدي كان في بشر يتنمرون علي، بشر يتعنصرون علي، إذا أنت ببلاصة مؤيدة مثلا تلاقي معاملة مختلفة، تكون بلاصة معارضة، في مشاكل كبيرة بسوريا يعني. إذا نفترض إذا تبدلت الأحوال في سوريا، ترى روحك غدوة الحي ترجع لسوريا ولا لا؟ إذا تبدلت وصارت باتجاه الأفضل وراح بشار الأسد في احتمالية كبيرة وراح في احتمالية كبيرة أرجع، بس إذا ظل وتبدلت الأوضاع صارت الأحسن وهو موجود لا ما أرجع. شنو هي الحاجة اللي خليت بشار الأسد جميع السوريين يغزروا له بالكيفية هذية؟ في بشر كثير يعيدون بشار الأسد، في ناس يحبونه
في مهاجرين. علاش هاجروا سوريا؟ هاجروا لانه بالبلاصه تبعيتهم صار في حرب، في صار قصف بلش يزت على الناس براميل. ما ظل كيفاش اقول يعني، ما ظل ادنى مقومات الحياه، مي ما في، كهرباء ما في، وبنفس الوقت في قصف، انت تقصف انت ببيتك وما تعرف انت القذيفه تنزل فوق بيتك، يعني المفروض تطلع الانسان العاقل يطلع. ايوه طلعنا. وكان الاستقبال نتاعكم جيد في الفترات جداً الاولى جداً في البلدان اللي رحتوا لها؟ طبعا بالبلاد الاوروبيه الاستقبال رائع جدا، الشخص يعطونه بيت وياكل ويشرب ويلاقي مقومات الحياه يعني. وفي بالطرف الاخر يعني في ناس راحوا على مناطق اخرى يعني لبنان او الاردن او تركيا، ما حصلوا نفس نوعية الحياة، نفس المعاملة، نفس نوعية الحياة. نوعية الحياة بأوروبا كانت أفضل والمعاملة أفضل، برغم من أنه هم ما بأي قواسم مشتركة بيننا وبينهم، بس أنه جماعة إنسانيين حصلنا مقومات حياة أفضل. ترى اللي توا في المفهوم العربي مازال فما حريات ولا فما حريات ولا لا؟ تتفاوت من دولة لدولة يعني. أنا بشوف حسب خبرتي وتجوالي انه اكثر دوله زرتها فيها شلون بدنا نقول انه مناخ ديمقراطي هي تونس. انا رحت على لبنان، رحت على مصر، رحت على الجزائر، ما في نفس الكم من الحريه والديمقراطيه فما تونس مثل تونس. ما في مفهوم الحريه والديمقراطيه. شنية عندك انت كمواطن سوري عايش في النرويج؟ بالنرويج عندي انه تحس بالانتماء، بتحس بالانتماء بالبلد اللي انت عايش فيه. عندك حقوق، في مساواة، ما في حدا لانه هو عنده مساري اكثر منك ياخذ دورك بطابور. انت شخص دارس على سبيل المثال، اشخاص اقل منك مثل ما نقول ثقافة او علم او بس لانه في عنده منصب سياسي يقدر يسوي بك اللي بده اياه. بنفس الوقت كيف بدنا نشرح، والله تخلبطت معي المسائل يعني، بس هيك بشوف، هيك بشوف. النظام السوري بحد ذاته يعني أنا بشوف إنه لازم ما بي ولا دولة بالعالم تحط إيدها بإيده، لأنه أنا باعتباري يعني من منظور الشخصي بشوف بشار الأسد سفاح، نظام الأسد كله نظام دكتاتوري يعني. المفروض ما ترجع ولا دولة عندها أخلاق ترجع علاقتها مع بشار الأسد. أنا هيك بتصور، بداية من الحرب وبعدين نهاية بالزلزال اللي صار، بس انه حتى تعاطفهم هذا اجى بصالح النظام ما اجى بصالح الشعب. الشعب الناس اللي موجودين بالمناطق اللي مي خاضعة لسيطرة النظام، حتى المساعدات ولا حدا وصلته مساعدات، النظام هو المستفيد الاول. اذا تبدلت وصارت باتجاه الافضل وراح بشار الاسد في احتمالية كبيرة، وراح في احتمالية كبيرة ارجع، بس اذا ظل وتبدلت الاوضاع صارت الاحسن وهو موجود لا ما ارجع. ادنى مقومات الحياة، مي ما في، كهرباء ما في، وبنفس الوقت في قصف، انت تقصف انت ببيتك وما تعرف امتى القذيفه تنزل فوق بيتك، يعني المفروض تطلع الانسان العاقل يطلع. ايوه طلعنا.